هناك أسئلة كثيرة ينبغي أن يطرحها الإنسان على نفسه في تأملاته. من أنت أيها الإنسان؟ أنت المخلوق الأول، لأنك في عالم الأزل قبلت حمل الأمانة، فلما قبلت حمل الأمانة سخر الله لك ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، تسخير تعريف وتسخير تكريم. الموقف الكامل من تسخير التعريف أن تؤمن، والموقف الكامل من تسخير التكريم أن تشكر. فإذا آمنت وشكرت حققت الهدف من وجودك، وعندئذ تتوقف جميع المعالجات الإلهية. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ضماني من الله، هذا كفرد. أما كأمة، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. الأمة التي تطبق منهج النبي هي في مأمن من عذاب الله، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. شيء آخر دققوا، حينما قال تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. 7 مليارات و200 مليون، كل واحد يتحرك لهدف، لكن الله جلت حكمته جمع هذه الأهداف كلها في حقلين اثنين فقط. الأول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. صدق أنه مخلوق للجنة، فبناء على هذا التصديق اتقى أن يعصي الله وبنى حياته على العطاء. أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هؤلاء الناجون، هؤلاء السعداء، هؤلاء السالمون في الدنيا والآخرة. أعطى واتقى وصدق بالحسنى، لما صدق بالحسنى اتقى أن يعصي الله، ولما اتقى أن يعصي الله بنى حياته على العطاء. لذلك على رأس الهرم البشري يقف زمرتان كبيرتان: الأقوياء والأنبياء. الأقوياء ملك الرقاب، والأنبياء ملك القلوب. الأقوياء عاش الناس لهم، والأنبياء عاشوا للناس. الأقوياء أخذوا ولم يعطوا، الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا. الأقوياء يمدحون في حضرتهم، والأنبياء في غيبتهم. والناس جميعا تبع لقوي أو نبي، فالبطولة أن تكون من أتباع الأنبياء، تبني حياتك على العطاء. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. أول زمرة: أعطى واتقى وصدق بالحسنى. المكافأة الإلهية في الدنيا قبل الآخرة: فسنيسره لليسرى. حياته ميسرة، زواجه ناجح، أولاده أبرار، سمعته طيبة، نجاحاته متتابعة. يعني إذا أعطى أدهش. الطرف الآخر: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. لأنه كذب بالحسنى وهي الجنة، آمن بالدنيا فاستغنى عن طاعة الله، بنى حياته على الأخذ. أعطى واتقى وصدق بالحسنى، بخل واستغنى وكذب بالحسنى. إذن هؤلاء البشر على اختلاف مللهم ونحلهم وأعراقهم وأنسابهم وطوائفهم واتجاهاتهم وتياراتهم، هم عند الله نموذجان: أعطى واتقى وصدق بالحسنى، بخل واستغنى وكذب بالحسنى. الآن رد الإلهي الأول: فسنيسره لليسرى. رد الإلهي الثاني: فسنيسره للعسرى.